قشره والله يبان هكذا غير بالعقل باش لاسيديتي تاع الطماط باش تعلبط كامل يعني الروعه تاكل ثلاثه اربعه ديريكت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائنا المشاهدين، ان شاء الله تكونوا بخير صحه لاباس. اليوم ان شاء الله راح ندير لكم وصفه بزاف بنينه وكما تحبوا انتم مملاحه بصح راح تكون كبيره عائليه باش ما تعياوش بزاف. اول حاجه نخدموا لاباط تاعنا، بسم الله نبداو برطل تاع فارينا. عندي هنا فارينا سيم رائعه للمملحات، نديرو رطل اوب سي بون هكذا يكفي. نزيدوا عليها مغرفة تاع خميرة الخبز، مغرفة تاع السكر، مغرفة صغيرة تاع الملح. من بعد بيان سور الملح ديرو سيباري على السكر والخميرة، حبة تاع البيض، أربع مغارف تاع الزيت، بسم الله، أربعة ستة مغارف على حسب شحال درتو فارينة، يا رطل تاخذ لكم أربعة باكس كفي. ونزيدوا لها دوكا كاس تاع حليب، حنا نديرو كاس غربع نبداو نعجنو ونشوفو شحال تسحق. باسكو الا دات لكم ماكسيموم من رطل يدي كاس تاع حليب. بسم الله نبداو نخلطو هكذا. محتاجه شويه حليب باسكو علاه ندير غير بالعقل، نحتاجو في المملحه هذه لازم العجينه تكون حاكمه روحها، سينون كي نفرسيوها راح تتقطع كامل. دونك غير تولي طريه نحبسوا الحليب ولا الماء ولا باش راكو تعجنوا، تقدروا ديروا الماء واللحظه ولا ديروا حليب ديريكتومون. مازالها محتاجه شويه، نزيد لها هكذا وما حش نديروا لهم بعدك الزبده، راح نخدموا شولين بات كيما تاع المملحات اللي ما فين نخدموهم كيما تاع البيتزا. نزيد لها شويه بسم الله، نبقى نلم فيها غير بالعقل. دوكا لهنا لازم نحبطها البلون ترافاي باش نعرف دي براسي هذه باش نعرف روحي وراني ندور هكذا. بسم الله نبدا نعجنها، تاخذ واحد دقيقه باش تبان لكم اسكو تزيدوا لها الحليب ولا لا. لا نحبط كامل واش كاين في يدي هكذا ونكمل نعجنها. راماسي هذه اللي راهي تروح منه من هكذا راهي تبان نورمالمون ما تسحقش الحليب. سي بون هذا هو القوام اللي نحوس عليه، نعجنها دركا 5 مينيت هكذا باش تولي ملساء وتكون واجده لاباط تاعنا وزيدوا تشوفوها كيفاش تخرج. هاوليك القوام اللي نتحصلوا عليه، تجي شويه باك طريه. دوك حنا كي نخلوها نغطوها تخمر راح تولي طريه بزاف، نخلوها تخمر ونروحوا نوجدوا لافارس تاعنا. نجي نوجدوا دوك لافارس تاعنا باش نعطوها الوقت تبرد. بسم الله عندي طرشي طوماطيش بصل طماطم مصبره وشويه فيونداشي، تقدروا ديروا دجاج تقدروا ديروا طون كيما حبيتوا. انا نبروبوزي لكم لا ريسيت تاع لافارس وانتم تبدلوا فيها كيما حبيتوا. نشعلوا المقله تاعنا بسم الله تسخن، نديروا لها شويه تاع الزيت هكذا زوج مغارف كبار زيت باهيه، ومن بعدك نجيو نقطعوا البصل تاعنا. لافارس تاعنا من الاحسن اشيوها قد ما نقدر صغيره، علاه باسكو من بعد كي نبداو نخدموا العجينه ونلويها باش ما تقطعها لناش. دونك بسم الله نبدا بالبصل تاعنا هكذا نقشيوه رقيق، نديرو تقريبا انا حندير حبه ونص هكذا كبيره باسكو ما راحش ندير معاه بطاطا باش لافاس خرج لي بزاف. سينو تقدروا ديروا معاه بوم دو تاع المقليه تكون رقيقه شويه بكاروات باش كيف كيف فلافاس ما تجيناش كي تكونوا تخدموا العجينه تاعكم هكذا. بسم الله نجيو نديروها تتقلى، الزيت تاعنا سخنت درجة حرارة متوسطة، نبقاو دوك نقلبو فيها واحد 5 مينيت باش يتبان البصل هو الأول. نزيدو لها دركا من بعد ما تبان البصل تاعنا لافيون داشي ولا كيما قلتلكم الدجاج مرحي ولا مرسوات كيما حبيتو. من بعدك إذا كان الدجاج مرسوات لازم هو يطيب الأول من بعدك ديرو البصل. دونك هكذايا دايما درجة حرارة متوسطة ونبقاو نقلبو حتى يطيب كامل الفيون داشي تاعنا. حنا باش نربحو الوقت نجيو نقطعو طرشي نفس الشيء. بسم الله مرسوات صغار هكذايا كامل، ودايما كيما قلت لكم قد ما كيما قطعنا البصل كيما نقطعوا البصل كيما قطعنا البصل كيما نقطعوا الطرشي كيما الطماطيش كيف كيف باش تكون لافارس تاعنا متجانسه. دونك هكذا و
نزيدوها دوكا مع لافارس تاعنا لا فيوندا شنو متكون طابت تقريبا نزيد لها شويه برك دقيقه هكذاك نزيد غير شويه طيب ونزيدو مع الطرشي نزيدو الطرشي تاعنا دوكا مور ما طابت فيونداشي تبقى لنا غير طوماطيش كيف كيف نقطعها مرسوات صغار نقلبو شويه برك نفس الشيء نجيو نقطعو الطماطيش تاعنا مربعات صغار هكذا كيما قطعنا الطرشي تاعنا والبصل باش يجونا كامل متجانسين نزيد نكمل نقطعهم كيف كيف هكذا معنا عندي تقريبا زوج حبات يكفيو بسم الله هكذايا ونزيدوهم مع لافارس تاعنا هكذا بسم الله ما بقى لنا غير نزيدو لها ثلاثة سنينات تاع ثوم شرائح القاط ولافارس تاعنا تقريبا راهي واجده ما نقلاش بزاف نخلوها دوكا طيب واحد خمس دقائق تطلق روحها الطماطيش هذيك ونديرو لها طماطم مصبره نجيو دوكا نزيدو لها مغرفة تاع طماطم مصبرة بسم الله عندي طماطم مصبرة سيم حمراء شابة ما شاء الله نزيدو مغرفة كبيرة هكذا تكفي توابل مازال ما درناش نزيدو لها شوية عكري أعشاب بروفونس شوية نتاع العكري والأعشاب نتاع البروفونس وشوية ملح بسم الله هكذا باش ما نغلطوش كيما هادي خطرة خليتها معمرة تاع الملح نديرو شوية ملح يكفي شوية تاع العكري كلا انتو شوية بيدي باش مديروش حمرا هكدا برك وشوية أعشاب منسمة ولا مكانش متوفرة ديرو ديريكتومون زعيطرة هكدا وبيان سور شوية فلفل كحل شوية فلفل كحل سي بون هاكدا تبقى لنا غير شوية تاع الماء لازم برك نطيبو شوية طماطيش تاع الباطا نمشيوها شوية في لافارس هاكدا ونزيدو لها الماء سخون لافارس تاعنا راهي واجدة نخلوها تبرد شوية شوية دوكا تاع الماء سخون لافارس تاعنا سي بون راهي واجدة هاكدا نخلوها دركا تشرب مليح تعقد نخلوها مداك تبرد ونجو نخدمو لاباط تاعنا لاباط تاعنا راهي خمرت ما شاء الله عليها دركا نجو نخدموها بسم الله ديغازيوها كامل نحبطوها وشوفوا كيفاش راهي تهبط طيب تحبط شايده روحها باسكو هاد لاروسيت نسحقوا لاباط كيما قلت لكم مع الاول تكون حاكمه روحها ماشي طريه بزاف شوف لاباط كيما تاع البيتزا بسم الله نحبطوها لهنا ديغازيوها كامل من بعد نقسموها نرمموا هذه تخرج لكم ثلاثه خبزات نتوما سا ديبون شحال درتو كميه نديرو حنا هكذا باك نشوفو اسكو تخرج ثلاثة ولا زوج باسكو راح نديرو وحدة كبيرة ولا زوج كبار ولا ثلاثة كبار سا ديبون دوكا نغلقها للداخل بسم الله نغطي لاباط تاعي هادي برك باش ما تيبش هادي اللي بقاتلي نعطوني نولي ليها شوية فارينة ونفتحها مستطيلة يعني رايحة شوية بالطول بالطول ولا بالعرض بسم الله شوية بالعرض وبزاف بالطول تكون رقيقة تقريبا 3 مليمتر هكذاك من الآن نحطو لافارس في الكوتي هذا كامل لافارس تكون بردت شوية ما تكونش سخونة بزاف باش ما تقطع لكمش العجينة وكما قلت لكم تقدروا ديروا معها بطاطا مغلية دركا مثلا باش تخرج لكم لافارس كبيرة ولا تخلوها هكذا بقى كيما حبيتو شوية فرماج أبيض هكذا هكذا كامل بالطول حتى نكملوها كامل هكذا من بعد عندي تاني شوية شيدر باش كي نقطعها تخرج حاجة شابة فرماج يدوب هكذا شوية شيدر ولا كريير واش حبيتو الفرماج اللي تحبو تكونسوميوه ديروه هكذا من بعد باش نطلع وجه شباب نديرو شويه رايات من هنايا سور كوتي
كامله باش كنقلبوها تعطينا وجه الشباب. دونك ندنا شويه برك هنا نخلو واحد 3 سنتيمتر ونبداو نقطعو. نقطعو نيفو واحد، كل وحده بيناتها 1 سنتيمتر هكذاك. من بعد باش لافاس تاعنا ما تخرجلناش لازم نبليوها شويه في الكوتي هكذا، وحده منا وحده منا، ومن بعدك ندوروها كامل. بسم الله هكذا هكذا باك سيسوها سي بون، هكذا راهي واجده. نرفدها كيما راهي، دوك نحطها في سنيوه. بسم الله سنيوه، لكن عندكم حبيتوا ديروا ورق زبده ديروا ورق زبده، ولا هكذا شويه فارينه. بسم الله هاي شويه كبيره، دونك شويه نعبزها باش تولي قد السنيوه، ونرفدوها نحطوها هكذا. نخلي قسمه ندير واحده اخرى دوزيام وراها. من بعد هذه واش نديروا لها دركا؟ بسم الله ندهنوها، لازم شويه بيض باش تبدلنا وجه الشباب. ندهنها شويه هكذا باش تجي كلش تقطع داك جاي للفوق، تعطينا شغل وجه الشباب. نخلطو الحباب تاعنا ونجي ندهنا بالبانسو، ندهنها مليح ملي كوتي كامل باش جينا كامل تحمر شباب. هكذا نجيو هذا باش ما نخسرولهاش العجينه تاعها لافورم. بسم الله شويه جلد نسانج من الفوق، تقدر تزيدوا لها شويه طرشي زيتون خضر كما حبيتوا. نبعتوها طيب 180 درجه كي تحمر تكون واجده. بسم الله بسم الله يا للروعه، الجو شابين ما شاء الله. راه يبارك محمرين هايلين قشرته، والله يبارك ومن الداخل طري بزاف. شوفوا شحال جاو شابين ما شاء الله، كي قطعناهم من الداخل لافرم تاعهم دي بياس صغار. نجو ندوقوها بسم الله. واحد البنة اللي فيهم تاكل 3-4 ديريكت. كانت هذه وصفتنا تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله كانت عجبتكم، وإلا عجبتكم خلو كومونتير جام وبارطاجيو مع اصحابكم باش يجربوها كيما نتوما وش راه تخرج عليهم. نتلاقى في وصفة أخرى إن شاء الله، السلام عليكم.